أناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة لحضور حفل الاستقبال الذي أقامه مساء اليوم سعادة السيد عبد الله بن راشد المديلوي سفير سلطنة عمان الشقيقة لدى مملكة البحرين، وذلك في فندق الدبلومات بمناسبة العيد الوطني لبلاده، وبحضور عدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة وعدد من المدعوين. وقد نقل سمو الشيخ خليفة بن علي تحيات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى القيادة والشعب العماني الشقيق بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، وتمنيات سموه للدولة الشقيقة باستمرار الرفعة والازدهار. وأكد سموه حرص مملكة البحرين على تطوير أطر التعاون مع سلطنة عمان الشقيقة في كافة المجالات، مما يجسد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، منوها سموه بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من نماء مستمر على كافة المستويات. من جانبه أعرب سفير سلطنة عمان الشقيقة عن أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مشيدا بما تتميز به العلاقات العمانية البحرينية من قوة تعكس الروابط الأخوية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا لمملكة البحرين دوام النهضة والتقدم. أجواء من الألفة والمحبة المنبثقة من علاقات الأخوة بين سفراء الدول العربية في مملكة البحرين، احتفلت سفارة سلطنة عمان لدى مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد 46 للسلطنة بحضور عدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة وعدد من المدعوين من مختلف السفارات العربية، متمنين للسلطنة دوام الازدهار والنماء تحت قيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله ورعاه. نعيش فرحة كبيرة، ذكرى غالية على قلوبنا، نرفع فيها أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، وللحكومة الرشيدة وللشعب الأماني الأبي بمناسبة العيد الوطني 46 المجيد. سائلين الله أن يعيد هذه المناسبة على جلالته موفور الصحة والعافية والعمر المديد، وعلى الشعب العماني بمزيد من التقدم والازدهار. نشكر كل إخواننا من مملكة البحرين الذين شاركونا في احتفالنا هذا اليوم، ونشكر القيادة السياسية الحكيمة وعلى رأسهم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على ما نحاط به من حفاوة ومن تقدير ومن تعاون. وبحكم العلاقات الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تربط دول الخليج العربي، كان الحضور الخليجي بارزا من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي، مشيدين بما يتحقق على أرض السلطنة من تطور ونماء على مختلف الأصعدة. أول شيء نبارك لجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان العيد الوطني 46، وأيضا نهنئ الشعب العماني بقيادته الرشيدة، وإن شاء الله احنا كل طبعا العيد الوطني هاي يعتبر عيد وطني لجميع دول الخليج، ونتمنى لهم إن شاء الله الرخاء والاستقرار تحت قيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان. نهنئ أنفسنا ونهنئ أخواننا أهلنا في سلطنة عمان في العيد الوطني المبارك، وكذلك نهنيهم على مسيرة الإنجازات في ظل القيادة الحكيمة للسلطان قابوس، والتي حققت نقلة نوعية في جميع المجالات. الروابط الأخوية بين شعبي مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة كانت حاضرة بين كلمات التهاني التي تبادلها الضيوف والمدعوون، والتي تؤكد متانة العلاقات وعمقها، والتي سعت القيادتين والشعبين الشقيقين على تنميتها وازدهارها. نحب نبارك لسلطنة عمان بمناسبة احتفالات السلطنة بالعيد الوطني المجيد عندهم، طبعا
وجودنا هنا الليلة، نبارك للشعب العماني. أما العلاقة بين يعني بين مواطنين البحرينيين والعمانيين ترجع إلى جذورها قديمة جدا. حقيقة اليوم الترابط بين الشعبين العماني والبحريني أسسها منذ قديم الزمان، ووصل في مشوارها الآن صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله والسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، حتى وصلت إلى ما وصلت الآن، أخوة ومحبة واحدة. إن شاء الله نستمر في هذا التعاون مع كل دول سفراء الدول الموجودة في البحرين. اليوم نحتفل باكر بعد كم يوم نحتفل بالعيد الوطني للإمارات، واحتفلنا من قبل بعض السفراء وفي دولة قطر في 18 ديسمبر. 46 عاما من مسيرة العطاء والتنمية لسلطنة عمان الشقيقة احتفلت بها السفارة العمانية هنا على أرض مملكة البحرين بمشاركة دبلوماسية عربية واسعة تنم عن عمق العلاقات الأخوية الوثيقة. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.